الحمد لله هذا الباك داز بخير وعلى خير. يوم كان نهار الاخر كنحمد الله ونشكره على هذا العام. هذا ما داز صراحه ساهل، كان صعيب بحكم الاضرابات اللي دازوا لنا هذا العام هذا كامل، ستريس اللي طحنا فيه اللي في ليير كاملين صراحه، زعما بدون استثناء ايكونومي سون فمات بي سي لي زيست او كاملين لي زيست ام، ما كانت سهله صراحه ندوز داك ستريس زعما ونجيريو الستريس ديال الباك. كيبقى زعما عام استثنائي، الواحد راه منو زعما كيختار الكارير ديالو من بعد، ولكن الحمد لله دازت كلشي بخير وعلى خير. الحمد لله زعما دازت البريباراسيون زعما مزيان وكلشي، دازت الامتحان زعما مزيان، كانوا شي مواد صراحه شويه قاصحين ولكن دوزنا الحمد لله كلشي بخير وعلى خير. كنتمنى ان شاء الله الريزولتا يكون على قد داكشي اللي خدمنا ويكون العدل شويه في التصحيح، وهذا الشيء اللي كاين. صراحه اس في تي كانت زعما في المتناول، فلسفه الانجليزي هما كانوا على بورتي، ولكن المات صراحه جاني شويه قاصح، هو اللي كنت زعما كنقول زعما راه مرتاحه من جيتو. فيزيك اللي كنت خايفه منه ولكن هي اللي صدقات سهل من بالنسبه لي انا زعما سهل من المات. الفيزيك الماده الاولى كانت سهله، غير مشاو لينا النقاط في شي حوايج اللي بانال ولكن المهم كانت مزيانه. المات صراحه هو كان مزيان من غير داك الكومبلكس كان شويه معقد، اما كلشي كان مزيان. فلسفه راه عاديه ماشي شي حاجه، واسبتي حتى هي كانت مزيانه من غير داك البوليسيون في الاخر، كانت شي اسئله ما مفهومينش بزاف ولكن المهم مزيانين. لونغلي راه حاجه باينه، راه كلشي كتجي سهله وصافي، وهو هادشي كي داز الوطن داز مزيان.